السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ننطلق عندنا دخلة حتقلق بزاف أعداء الوطن، راح تقلقهم بالبزاف. طبعا هما حاطين روحهم قابزين، وهما برك اللي يفهموا ويعرفوا كيفاش من أين تأكل الشات. ودايرين واحد السيستام اللي كان تسمعوا بواحد المثل الشعبي ولا واحد القصه تاع نونجا بنت الغول. القصه تاع نونجا بنت الغول كي طلعت فوق الشجره باش ما يحكمهاش السلطان، ما قدرش يهبطها السلطان حتى الجا الستوت من البهوت. ايه ستوت من البهوت، اللي يعرف القصه يقول لي، يحكي لي، يقول لي نعرف على القصه هذه. مالا ستوت من البهوت هذه كيفاش تهبط نونجا بنت الغول من الشجره؟ راحت تحت الشجره هذيك وجابت الطاجين زعما باش تخبز، وحطت الطاجين قلبته على وجهه. طبعا نونجا بنت الغول ذكيه، ما قدرش يسقطها السلطان بقدره ما قدرش يهبطها، من هددها حاولها غراها ما قدرش يهبطها. ولكن الجا الستوت من البهوت، ستوت من البهوت هذه خطت لها، هي درست النفسيه نتاعها، قالت لك هذه نونجا بنت الغول انسانه طيبه، ما يليق لها غير اني نروح لها بطريقه تاع التمسكين والتبهليل. راحت قلت لكم تحت الشجره وجابت شعلت النار وجابت معها العجينه وبدات دارت روحها تخبز. بصح كي جات تحط الطاجين فوق النار ما حطتوش قد ما حطتوش هكذا، قلبتو على وجهه وحطتو. قلت لها نونجا بنت الغول من راس الشجره، وقالت لها يا خالتي ماشي هكا كيديروا الطاجين، اقلبي الطاجين وحطيه قد فوق النار باش تقدري ديري الكسره تاعك. قالت لها كيفاه ما سمعتكش واش قلتي؟ بقات تعاود لها وهي تقولها ما سمعتكش. ايا نونجا بنت الغول انسانه طيبه، قالت لك هذه عجوزه مسكينه وما تسمعش مليح وكامل، اصلا نهبط نطيب لها الكسره انا وخلاص. هي هبطت تطيب لها الكسره والسلطان حكمها، والحراس نتاع السلطان كانوا معاها حكموها، وداو خوها اللي ولا غزال، زعما شرب يخي من الماء هذاك ولا غزال. دون القصه هذه تعرفوها كامل يا سيديك. هكذاك حنا صارت لنا، مدينها فينا طنوهيه، مدايرين لنا دو ماسك، جماعه لابسه الماسك تاع الدين وتبهلل في الناس وتكلح فيهم، وجماعه من هيك خارجينها طاي طاي، قال لك حنايا ما نعرفوا لا بالحرام لا بالحلال، نديروا واش نحبوا. اي هادوك يغندفونا حنايا لان حنا طيبين، وحنايا دايرين دور ستوت من البهوت، دايرين العقده في المنشار. قال ما قال انتم مدينين ما ديروش هكا، انتم هضرتوا على الباديسيه ما ديروش هكا، انتم ما ديروش هكذا. والاخرين قضوا في امورهم، ضربنا على راسنا لقينا روحنا اوكشن، لقينا كل شيء خرج من يدينا، حتى البلاد راح تروح من بدينا تاع الصح. اي واش درت لهم انايا، لانه حنا المرجعيه تاعنا تاع الحزب تاعنا هي مرجعية مالك بن نابي، ومرجعية مالك بن نابي، ومرجعية ابن باديس، ومرجعية العربي بن المهيدي. كي جابوا لنا حنا المسودة هذه، حنا بالنسبة لينا نمدوها للشعب، ولا هما قاصدين عن طريقنا نمدوها للشعب فهو كذلك، خلي الشعب يدرسها ويقبلها ولا يرفضها. اوكي، والشعب اللي في باله باللي ديروا لي عرسي وانا غايب من جهه تاعنا، ما يعرفوا المعنى هذا تاع واحد حاب يتزوج وحاب يديروا له عرس بصح قال لك انا ما نكونش حاضر، ديروا لي عرسي وانا غايبه، دي ما كاينش منها. كي تحب تقضي شؤونك يا الشعب لازمك تحضر وتكون. احنا هذه المسوده بعتوها لنا، وحنا رانا قاعدين نقراو فيها ونشرحوا لكم فيها، انت اللي تقرر واش يناسبك وما يناسبكش. اما التوعيه احنا رانا درناها لك، والان رانا درنا لي فئه معينه التوعيه لاباس بها، يعني ما نقولكمش حنا برك، نحن نقولوا في المجموعه اللي دارت مجهود تاع التوعيه. حنا الان راح ندخلوا الى مناطق ما تخطرش على بال
خصومنا باللي حنا راح نخترقوا هاد الاماكن. كيفاش نقول لكم واش دار ملك بن نبي باش تفهموا حنا قصدنا تاعنا وين رايح. ملك بن نبي حب يدير مصلى في الجامعه باش ينشر الاسلام داخل الحرم الجامعي داخل النخبه. لما استفح الامر اللائكيه في ذاك الوقت وكانوا يسموها شيوعيه، والشيوعيه بعد في حد ذاتها الحاد، فيها الالحاد. اي جوليه قالوا له شوف نعطيوك اكبر مسجد في القسنطينه غير مصلى في الجامعه ما تديرش. قال لهم انا اعطوني بيته صغيره في الجامعه ندير مصلى وما نسحقش اكبر مسجد في القسنطينه. وعلاش؟ لانك دير تخنه صغيره في الجامعه داخل النخبه وتنشر الاسلام الصحيح خير ما تروح للمسجد وتهضر مع العوام من الناس، شي يفهمك وشي ما يفهمكش، وشي يفهم يحب يروح للخصوصيات. لكن كي تروح في نص النخبه وتهضر على الاسلام الحقيقي وتشرحه، الا كونت النخبه ما تخافش، هي اللي تكون لك الشعب الباقي، هي اللي تكون لك الشعب الباقي. اليوم درت لهم صدمه، واش هي؟ اني نشرت زوج اغنيات نتاع الراي، واحد تهضر على السياسه ما يهمش الاشخاص، المهم تهضر على السياسه. لكن واحده تهضر على السياسه وتذكر في القايد صالح، وحده تهضر على السياسه وتهضر على تبون، وتهضر على واش دار ويحيى فيهم على يوغت اكسيتيرا اكسيتيرا. اتنود الجماعه واش نقول لك، ويا استاذه ورمضان كيفاش تحطي الاغاني تاع الراي وهذيك ومنا ومن هيك. يخموش هما مازال محتكر مخهم لهنا، مازالوا مش فاهمين باللي الضرب الصحيح اللي هنا باش تقدر تجيب الناس هذوما اللي تاع الكباريات وتاع الملاعب وتاع المقاهي وتاع كل واحد تعطيهم ماليه، كل واحد تبعث له الرساله مع الاهل نتاعو مع الناس اللي زيو باش توصل الرساله تاعك يا بنادم. ايش حال نقدروا نشرحوا لكم؟ يعني نتوما تشوفوا في رايكم، ظهر لي هكا في راسي طب هزيت حطيت غنايه تاع راي تهضر على ما شوف المضمون نتاع الغنايه واش هي. واني درت المقدمه قلت لكم ان هذه هي اللي ندخلوا منها باه نقدروا نفهموا الشعب ونفهموا الشعب. نقرا وسيدي واش كتبنا درك. انا كي نجي نهضر مع واحد من الجماعه سواء تاع المقاهي ولا الملاعب ولا الكباريات ولا حنا نهضر معاهم انا، حي يسمعوا لي هم يسمعوا ليش انا؟ هم يقول اختك من السياسه راح تاخذنا من السياسه، حنا نحوسوا على الخبزه ونحوسوا على الزهو ونحوسوا نعيشوا حياتنا ونحوسوا ما يسمع ليش ليا. ولكن كي تجيه الهضره عن طريق اغنيه بالموسيقى الصاخبه مره زوج ثلاثه واللي يسمعها واللي من بعد يحفظها ومن بعد يولي يكررها ويرددها بسبب الصخب الموسيقي، ومن بعد يولي يحب يفهمها، ومن بعد تبدا تدخل في راسه وتدخل في راس العشرات ومن بعد المئات، وهذا يقول لهذا، ومن بعد يولي يكررها في الشارع، ومن بعد ومن بعد ومن بعد ومن بعد يفهم، ومن بعد يولي يحب يسمع الموضوع اللي سمعوا في الغناية عن طريق أو على لسان السياسيين وسائل الإعلامية المختصة إلى آخر ذلك. لكن حنا كي ترجع الأغنية تاع الراي اللي تهضر على أمور تافهة وما عندها حتى معنى، يصفقولها ويشجعوها ويقولك ها بصح مخاوتنا ناس وهران، الله كيفانا سيدي بالعباس وناس تيارت وناس ناسنا ناس الغرب متفتحين وتاع موسيقى وتاع غناء وزهور. هما كي حطينا لهم الاغنيه باش نلفتوا الانتباه بلي هذا الشاب هذا المغني انا والله ما نعرفه، انا كي لقيت الاغنيه حطيتها باش نهضر في الموضوع، يقول لك هادي خطير، هنا تضرب لهم في الصميم وما يقبلوش انك تستعمل نفس الطرق نتاعهم، لانه الطرق نتاعهم
ذكية جدا، وهما كل فئة يبعثوها للفئة تاعها، يحكموا مثلا النوادي الرياضية وكشتوا الأغاني تاعهم سياسية في النوادي الرياضية مع الأنصار، الماتش راهو يلعب والرسالة راهي توصل. هكذاك نفس الشيء في الكباريهات وفي الملاهي وفي لي سالون دو تي وفي الجامعات وفي كل مكان. وجعلوا من المغني، من المغنيين زعماء، يستشهدوا بهم، ويا ويل ويلك وسواد ليلك لو كان تذكرهم بسوء. يقولك هذوك الرموز نتاعنا والرموز القضية نتاعنا، احنا علاه ما نديروش رموز من المغنيين نتاعنا اللي يقدروا يوصلوا الرسالة لفئة معينة ما تسمعش لأمثالنا احنا. ولهذا قلت لهم انطلقوا انطلقوا يا أيها الفنانون، انطلقوا نحو، أيوة باش نعطيكم برك سمحوا لي، انطلقوا لازمكم انطلقوا نحو الأغنية السياسية. نعم، باه تكونوا انتوما سفراء تاع القضية تاع الثوابت الوطنية ورموز الدولة الجزائرية الحقيقية. ولا راك تشوفوا فيا يا جماعة غلطة قولوا لي. الناس هادو اللي راهم يهضروا على المغنيين تاعهم يقولوا عليهم رموز القضية، رموز الجزائر، يمثلوا كل الجزائريين، مع انهم ما يمثلوش كل الجزائريين، يقول لك باللي هادوما السفراء نتاعنا داخل وخارج الوطن، وهما اللي وصلوا القضية تاعنا العالمية، وبدليل أن الزعماء تاعهم مغنيين، صح؟ لكن ما يقبلش أنك أنت تعمل نفس الشيء وتدير من المغني تاعك نتاع الكباري والملاهي رجل سياسي يوصل لك الرسالة السياسية نتاعك والقضية نتاعك. شفتوا كيفاه؟ هذا عادي، خصومك ما يقبلش انك تدير نفس الوسيله والسلاح اللي نجح بها هو وصل بها القضيه نتاعو، اللي هي المفروض ما عندهاش وزن، لكن دار لها وزن وعن طريق الغناء. مشكله وين؟ في الجماعه اللي طاحت تسب، اللي زعما واحد يقول لك انا كنت ندير لك ابون ما نحيها، واحد انا ما كنتش حاطك هكا، وانا واحد اللي درت. وقت تفيقوا نتوما، وقتاه لازم نغزوكم بالمنغاس باش تفهموا واش رانا نديرو، لازم نخرجوا على اللايف ونعتوا الخصوم نتاعنا واش رانا نديروا، المخططات نتاعنا، باش تفهموا نتوما، باش تفهموا باللي هكا الغالب هدية، هكذا ما تقدرش تحكم واحد يضل يصرف في المال نتاعو ويرشق في الكباريهات على الفساد وعلى الخمر. دخلوا الامر القضيه الوطنيه نتاعك، دخلها له في راسه يصرف عليها ويحل مقرات سياسيه ويحل جمعيات ويحل مدارس ويحل، بدل ما يصرفهم في الكباريهات. تفهموهاش هادي نتوما؟ لازم حتى نجيب لكم شي يوم ندخلها لكم في راسكم انا، ولا كيفاه؟ ها كل مره نجيو نهضروا على حاجه ما باراليلمون خصومك هذوك الاذكياء ما على بالهم، هي هذيك هي عارفين مليح منين تتكل دابا، لكن اللي منهيه ما على بالهم بوالو، عفوا يتبعوا برك هب. حرام، شو اللي حرام؟ وشو اللي حرام؟ حرمتوا علينا الدنيا كامل، وشو اللي حرام؟ وشو اللي حرام؟ حرام ان احنا ندخلوا الوعي للكباريهات والملاهي والقاعات الحفلات، و باش الناس اللي تما يحبسوا التفاهات نتاعهم، ما يبقاوش يضلوا يضيعوا في سواردهم على التفاهات ويصرفوا على المبعوثات ليهم، ويزيدوا يكملوا يخرجوهم من تما، يزيدوا يزوجوا بهم ويديروا بهم ذريه غير صالحه في غالب الاحيان، كاين اللي يتوبوا صح، وحابين ديروا لنا عقد، حابين تعقدونا. انا ما تقدروش تعقدوني، كلش تقدروا تعقدوني كونوا عقدتوني من 5 سنين فاتوا كي هضرتوا على الشرف نتاعي وشرف العائله تاعي، ما تقدروليش. انا عندي ثقه خارقه لهذا، عندي ثقه في نفسي ما يتصورها عقل حتى واحد، يستحيل تقدروا تعقدوني، مستحيل. وكو جربتوا ما قدرتوش، راكم قوه عالميه،
راكم قوة عالمية بمالها ورجالها وإعلامها، وما قدرتوش تأثروا فيا وما تقدروش تأثروا فيا، فهمتوا؟ ولهذا المنشور اللي قلت فيه، يا سلام، قلت فيه هكذا، يا الله يا كريم، عطونا برك صح عقولكم، برك صح عقولكم، الله يجازيكم باه تعرفوا باللي تدخلش الحرب وانت يا غبي، ما تدخلش الحرب وانت ما عندكش وسائل، ما تدخلش الحرب وانت تضرب اليد اللي راهي مدت لك باش تعاونك. تقدرش تقدرش تقدر دير والو. بالنسبه لي قلت لكم يعني عندي واحد المشكل، راني يعني عدت ندير واحد المناشير ولا ندير لايفات ولا ينحوهم لي من الصفحه. شكون اللي راهو ينحي فيهم؟ ما كاش لي زاد من تاعي معروفين، خاصه ان الواحد درك راهو عامل حسابه مليح، ما عاد عنده ثقه حتى في عندنا، تخدعنا في الناس بزاف. الحمد لله راهو عندنا شكون هما يعني الناس الحاكمين، لي زاد من راهم اهل ثقه، يعني ثقه ثقه. شكون اللي راهو ينحي في بعض المناشير وفي بعض الوسوم؟ مانيش عارفه والله، ماني عارفه. ولاحظت انه من بعد كاين ناس اللي عاتبوني قالوا لي ما تكلمتيش على المناسبه كذا وكذا لانك ما درتيش معنا، وبالعكس تنحاو. درك فهمت باللي كاينه يد عندها قدره انها تدخل للصفحه نتاعنا وتنحي، كما اليوم نحات قادره من بعد تولي تحط كاش حوايج. فانتبهوا يا جماعه، قادره تحط كاش حوايج. كاين هذا ماشية في أرض الجزائر، يعني وقلت البارح كده نشوف ما أجملك يا جزائر، هيا حق لنا أن نفرط فيك. وحطيت الصورة قبيل ما أعلنت، قلت راني رايحة ندير لايف، فأيضا الصورة تبين بأنني ماشية بثقة كبيرة على أرض الجزائر. فطبعا كنت عمدت هذه الصورة، لقيت واحدة أخرى في البرة هكا في البراري في متناولي باه نقدر نديرها، يعني نحطها لكم. المهم هذه هي القضية يا جماعة، لما طلبت من المطربين المغنيين والفنانين اللي يحملوا القضية الجزائرية أنهم يديرون الأغنية السياسية في أي مضرب راهم فيه. المهم وصلونا الرسالة، وصلونا الرسالة عن طريق الملاعب، وصلونا الرسالة السياسية الوطنية نتاعنا عن طريق كل مكان تكونوا فيه. المهم وصلونا الرسالة، لأن الأغنية الآن بالموسيقى راهي عندها تأثير خرافي، يعني فظيع على عقول الناس. فقنا لكم باللعبة، ما عجبكمش الحالة حبيتوا تهاجمونا. المهم الرد مشي عليكم نتوما، لانو حقكم على كل حال، لكن باش نرد برك على المغفلين اللي بداو يهاجموا وما مش فاهمين الدنيا وين رايحة. الصورة اللي درتها مع المنشور فيها كما راكم تشوفوا في تجمع من تجمعات حزب العدل البيان في احد الولايات، ودرت المنشور وهدرت الواحد هاي باينة بلي نهضر على رسالة سياسية ذات مغزى كبير. كاين المنشور هذا واش كتبت فيه؟ قلت فاقوا فاقوا فاقوا، يعني فاقوا بكم، فقنا بكم. جعلتم من مغنيكم زعماء، وبنيتم لهم المعابد، ورفعتم لهم الأعلام، وقلتم عنهم سفراء قضيتكم للعالمين، وتدبروا علينا نبتعد عن الفن والفنانين لكي تبقى قضيتنا محصورة في النخبة الضيقة ولا تصل أبدا لعامة الناس وخاصة الشباب الذين طبعا يدخلون الملاهي والنوادي الرياضية، في حين أنتم قد غزوتم شوارع العاصمة بأنصار نواديكم الرياضية. كلام صحيح ولا مش صحيح؟ الكلام ماهوش للخصوم، الكلام راهو للمغفلين. كلام صحيح ولا مش صحيح؟ شفتوا قداه الغناية خرجوا في الحراك؟ أيعطونا الأغاني اللي خرجتوا نتوما وينهم؟ أي يا جماعة الوطنيين وبمباريين باديسيين اللي خرجتوا في الحراك
وعرفتهم بعد فقتهم بعد حبيتو اي يعطونا الاغاني اللي درتهم اي نشوفوا قداه الاغنيه داروا هما وانتوما، لانكم تركتوا جانب مهم جدا مؤثر واللي هو مجال الفن والغناء والمسرح والتمثيل اللي وصل الرساله بسرعه بسرعه الضوء. اتفقنا؟ الان يا جماعه نرجعوا للدستور. لاحظنا تفاعل كبير ولاحظنا وعي 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 هارب 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 بزاف. كنت كلمتكم بالامس على البرلمان وكلمتكم على مؤسسه الرئاسه المجسده في شخص رئيس الجمهوريه، وقلت لكم لا يمكن باي حال من الاحوال ان يستقيم امر شعب اذا كان البرلمان اللي هو منتخب بنفس الطريقة التي منتخب بها رئيس الجمهورية، يعني مؤسسة الرئاسية اللي هي ممثلة في رئيس الجمهورية في شخص رئيس الجمهورية، والبرلمان الذي هو أيضا منتخب من طرف الشعب، يعني مستمد السلطة نتاعو من طرف الشعب عن طريق الانتخاب بنفس الطريقة، أي الاقتراع المباشر السري اللي بنفس الطريقه اللي باش انتخب رئيس الجمهوريه، ويحق لهذه المؤسسه ان تحل هذه المؤسسه. ودرك نحكي لكم امر خطير ويا ما هضرنا عليه ولكن مازال لقيناه في المسوده هذه. فمستحيل مستحيل يكون الشعب سيد، لان هناك كاين تناقض خطير. لا يمكن للشعب ان يكون سيدا وهو السلطه او مؤسسه تنفيذيه او سلطه تنفيذيه، يعني نقول احنا هي بما فيها رئيس الجمهوريه والحكومه وكاملين، الحكومه تابعه للسلطه وممثل الشعب اللي اختاره الشعب، المؤسسه تاعو تتحل ما تشاء ولاي اسباب معينه. دونك نقول لكم كامر خطير ومازالوا ما غيروش مازالوا ما غيروش. ما تفرحوش، ماشي كورونا، والله ماني مريضه الحمد لله، شهري يجي من الصيام برك. صح، الحكومة نحكيو على الحكومة. قال لك الفصل الثاني، هذا من الباب الثالث. هضرنا على الفصل الأول هو رئيس الجمهورية، وهضرنا على الفصل الثالث اللي هو البرلمان. الآن نرجعوا لورا شوية ونهضروا على الفصل الثاني اللي هو الحكومة. قال لك تتكون الحكومة من رئيس الحكومة والوزارة، صح؟ هنا في النص ما كانش وزير أول، كان رئيس حكومة، لأنها كان رئيس حكومة ورجعوها وزير أول ورجعوها رئيس حكومة، الآن مرجعوا إلى صفة أو تسمية رئيس حكومة، ويختلف الأمر بين رئيس الحكومة وبين الوزير الأول وكاش نهار، ولا نتمنى من القانونيين والسياسيين يشرحوا للناس الفرق بين وزير أول وبين رئيس حكومة. قال لك يعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة باقتراح من رئيس الحكومة. المادة 103 اللي هي المادة 93 سابقا، المهم نهضر لكم على واش كاين دركا. يعد رئيس الحكومة أو يعد رئيس الحكومة برنامج عمل ويعرضها على مجلس الوزراء. المادة 104 يقدم رئيس الحكومة برنامج عمل الحكومة على المجلس. شوفوا هنا مربط الفرس يا جماعة، معدي أنا الغالب. يقدم رئيس الحكومة برنامج عمل الحكومة على المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه، ويجري المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة. كما شفتوا المرة اللي فاتت كي جاء السيد جراد وعرض المخطط الحكومة نتاعو. ويمكن لرئيس الحكومة أن يكيف برنامج العمل هذا على ضوء هذه المناقشة بالتشاور مع رئيس الجمهورية. يعني كي يروح رئيس الحكومة للبرلمان ويسمع النقاش نتاع النواب يقدر يدير بعض التعديلات، يعني على يكيف، يعني يكيف هذا البرنامج نتاعو ويقدر يضفي عليه بعض التعديلات من خلال المناقشة وما اقترحه النواب في هذه الجلسة. ثالثا يقدم رئيس الحكومة عرضا، طبعا يقول لك ويعود إلى رئيس الجمهورية، تسمى هذا رئيس الحكومة
كي ياخذ يكيف هذا البرنامج نتاعو مع المقترحات اللي اضافوها ولا اشاروا اليها النواب، طبعا هو يكيفها، يضيفها، يقدر يضيفها ويقدر يحذف اشياء ربما هما طلبوا منه يحذفها، ومن بعد يرجع لرئيس الجمهوريه ويقول له فوالا باللي هاو كيفا وكيفا، كي يوافق له رئيس الجمهوريه يمشيو. ثالث شيء، يقدم رئيس الحكومه عرضا حول برنامج عمل الحكومه لمجلس الامه مثل ما وافق عليه المجلس الشعبي الوطني. يدير نفس العمليه اللي عملها مع المجلس الشعبي الوطني، ونبقى دائما نحن نتحفظ على قضيه مجلس الامه هذا اللي راهو ما يفيدته علامة استفهام. انا راني نشوف فيه غير خساره للوقت وللمال. في هذا الاطار، رابعا، في هذا الاطار يمكن لمجلس الامه ان يصدر لائحه. اي سيدي، الماده 105 واش تقول؟ يقدم رئيس الحكومه استقاله الحكومه لرئيس الجمهوريه في حال عدم موافقه المجلس الشعبي الوطني على برنامج عمل الحكومه. تبع معايا مليحه، يعني كي يروح الحكومه، رئيس الحكومه يروح للمجلس الشعبي الوطني يناقش البرنامج نتاعو، الى كان ما وافقش عليه المجلس الشعبي الوطني في الضربه الاولى، يروح رئيس الحكومه يقدم الاستقاله تاعو لرئيس الجمهوريه. جميل جدا، مليحه هذه، مليحه. اروحوا تشوفوا الطامه الكبرى. بعدها مباشرة يعين رئيس الجمهورية من جديد رئيس حكومة حسب الكيفية نفسها، يعين رئيس حكومة كما من المرة الأولى. كيف كيف، واش يصرى في المادة 106؟ هنا الكارثة، هنا الكارثة هذه اللي في كل ما يجي يتغير الدستور ونراجعوا ونهضروا لهم عليها، وكأننا والوزراء والحكومات السابقة والمسؤولين وناقشناهم وقالك صح وعندكم الحق. لكن كاين زوج نقاط، زوج حوايج نهضروا، يقولك عندكم الحق بصح ما يبدلوهمش. واش يصرى اذا لم، هنا قلنا الحكومة الاولى الى ما وافقش المجلس الشعبي الوطني على البرنامج نتاعها، يقدم رئيس الحكومة الاستقالة لرئيس الجمهورية. حتى الحكومة نتاع يعاود يعين رئيس الجمهورية حكومة جديدة يبعثها للمجلس الشعبي الوطني باه تناقش وتعرض عليه البرنامج نتاعها، يناقشوه ممثلي، شكون هو البرلمان؟ البرلمان هم ممثلي الشعب، هما الشعب. لأنه تقدرش تبعث انت برنامج حكومة للشعب يوافق عليه ولا ما يوافقش عليه. كاينه مؤسسه في كل الدول اللي يسموها البرلمان، هذه المؤسسه هي اللي تتكلم فيه، التي تمثل الشعب، هي التي تنوب عن الشعب. علاه يسموهم نواب؟ لانهم ينوبون عن الشعب، والشعب هو اللي خيرهم، والشعب هو اللي بعثهم باش يهضروا بسمو ويهضروا عليه وينوبون عنه. ما يقدرش يجيو 42 ل 43 الناس يهضروا في بعضهم. اذا هذا اللي قريب 300 ولا 400 شخص مع مجلس الامه، انا نهضر على المجلس الشعبي الوطني بس كمجلس الامه قلت لكم اضافه يعني، فيجيو هما يديروا هاد الناس يهضروا مع الحكومه. هذه جات الحكومه هذه ناقشوها في البرنامج نتاعها، لقاوه ما يصلحش ورفضوه. المره الاولى كي رفضوه الحكومه استقالت وقدمت الاستقاله نتاعها، جا رئيس الجمهوريه عاود دار حكومه جديده، زاد عاد وبعتها لنفس البرنامج. واش يصرى؟ ايا في رايكم واش يصرى؟ يا ريت نلقى اجابات لهنا، الا تعرفوا قولوا لي واش يصرى في رايكم في الحاله هذه. ما نطولش عليكم، في هذه الحاله اذا لم تحصل من جديد موافقه المجلس الشعبي الوطني، ينحل وجوبا البرلمان اللي يتحل. فهمتوا الورطه اللي راهو فيها البرلماني؟ فهمتوا علاش البرلمان والبرلماني خاف؟ لانه ما عندها حتى معنى انك انت كي تعارض حكومه المره الضربه الاولى تستقيل الحكومه، زيدي رئيس الجمهوريه يزيدي لك حكومه واحده اخرى، لو كان ترفض البرنامج نتاعها حتى ولو كان سيء، البرلمان يتحل. هنا اين هي اراده الشعب؟ فهمتوا هذه الماده هذه بدات، اللي هي الماده 106، الماده 96 سابقا
تتنافى تماما، تتنافى تماما 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 مع المادة 7 والمادة 8 والمادة 9. المادة 7 اللي تقول في الفصل الثاني اللي تتحدث على الشعب، في المادة 7 تقول الشعب مصدر كل سلطة. كيف يكون الشعب مصدر سلطة وهو النواب نتاعو والمؤسسة تاعو اللي تمثلو واللي الشعب انتخب عليها وخيرها باش تراقب الحكومة وباش تقبل بالبرنامج نتاع الحكومة ولا ما تقبلش به، وباش تراقب الوزراء، وباش تراقب حتى رئيس الجمهورية وتتفاوض معاه على مصلحة العامة نتاع الشعب. كي يرفض البرنامج العمل نتاعها يتحل. اش معناتها هذه؟ معناتها ان الشعب ما عنده حتى سلطة وما عنده حتى سيادة، لان حقيقة سيادة الشعب تكمن في قوة البرلمان، لان الشعب ما عنده حتى ممثل رسمي يشرع ويراقب السلطة التنفيذية الا البرلمان. يكذب عليك، ما يحكي لك على حقوق انسان، ما يهضر لك على مجلس استشاري، ما يقول لك دا، ما يديك، ما يجيبك، ما يقول لك جمعية، ما يقول لك منظمة، ما يقول لك نقابة، ما يقول لك. المؤسسة الوحيدة والشرعية والتي تمثل الشعب هي البرلمان. مادة 8 واش تقول؟ السلطة التأسيسية ملك كل الشعب. كيفاش تقدر تكون السلطة التأسيسية ملك كل الشعب والمؤسسة الرسمية اللي اختارها الشعب باش تكون نائب نوب عنه تتحلي مجرد انها ترفض برنامج حكومة؟ يمارس الشعب سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها. هنا يهضر على البرلمان، برلمان مجلس الأمة، المجالس المنتخبة، لكن حنا نهضروا هنا على البرلمان على وجه التحديد، لأنه البرلمان يتعامل مع الحكومة مباشرة. إذن يقول لك يمارس الشعب هذه السيادة، يمارس الشعب سيادته بواسطة المؤسسات، يقصد هنا البرلمان وما شابه، لكن احنا نتكلموا على البرلمان، بالمؤسسات الدستورية التي يختارها. وش هي المؤسسات الدستورية اللي يختارها الشعب؟ كاين البرلمان والمجالس المحلية الولائية الإقليمية، يعني المحلية والولائية، البلدية والولائية. هذوك راه حاجة أخرى نهضروا عليها، نهضروش على المحلي، حنا نهضروا على الوطني، نهضروا على البرلمان اللي يشرع القوانين ويراقب الحكومة ويوافق على القوانين ولا يرفضها. شو التناقض هذا؟ تناقض خطير 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 خطير، ومتعمدين ما يصحوش، وعلاه مش حابين يصحوه مع أننا نبهنا ليه أكثر من مرة. إحنا شخصيا إحنا ناقشنا وراجعنا الدستور مرتين، مرة على مستوى الاتحاد الوطني للإطارات من أجل الجزائر اللي كنت نترأسه اللي أسسته سنة 2003، وراجعت أيضا الدستور سنة 2016، وقدمت مدونة واقترحنا محكمة دستورية، ولكن هنا يا راهي منقوصة الصلاحية نتاعها، احنا وسعنا الصلاحية نتاعها بحيث ان المحكمة الدستورية يحق لها ان تحاكم رئيس الجمهورية والوزير الاول والوزراء وكبار المسؤولين، لكنهم ما ذكروهاش هنايا. عن طريق المحكمة الدستورية يستطيع، وعطينا مثال ألماني آنذاك، أن مواطن ولا مواطنة عادي يقدر يقاضي رئيس الجمهورية ولا الوزير الأول ولا رئيس الحكومة ولا وزير مسؤول كبير عن طريق هذه المحكمة الدستورية. وعطيتهم مثال، أنا قدمته في ذاك الوقت لأويحيا في الجلسة اللي كنا درناها في مناقشة الدستور، المدونة راهي موجودة في الرئاسة، أعطيت لهم وربما ننشرها لكم في لاحقا إن شاء الله، نجبدها وننشرها لكم. أعطيت مثال حي على امرأة حاكمت رئيس الحكومة في ألمانيا ولا وزير أول، حاكمته عن طريق المحكمة الدستورية واستغلبت عليه وتوفقت عليه.
كما في ذاك الوقت حنا كنا اقترحنا النظام البرلماني، لان النظام البرلماني هو اللي مد السياده الحقيقيه للشعب. لكن في ذاك الوقت نشفع عليها، قال لي يحيى في ذاك الوقت اللي كان هو اللي كان تناقش معانا، راك واش تشوف التلفزيون، قال لك يعني هذه هكا بعد ما قريتها بعد ما وصلت ليها، قال لي هذه غير نحيها من الطريق، مستحيل تكون هي والمحكمه الدستوريه بالطريقه اللي عرضتها عليهم. المهم، اذا نأكد على الماده 8 واش تقول، اللي هي مهمه ومهمه جدا. اذا يمارس الشعب سيادته بواسطه المؤسسات الدستوريه التي يختارها هو البرلمان. كيفاش انت يا الشعب تعطيه السياده وتقول الشعب مصدر كل سلطه، كل سلطه السياده الوطنيه ملك للشعب وحده، تقول ملك للشعب وحده، ومن بعد تجي لهنايا الماده 2 يمارس الشعب سيادته بواسطه المؤسسات التي يختار الدستوريه التي يختارها، وتكلم هنا البرلمان، وتحل البرلمان بحكم الماده 106 اللي هي الماده 96 سابقا، لمجرد ان البرلمان رفض برنامج العمل تاعها. ما هاد التناقضات، هذا فخ كبير. هذا فهموا روحكم درك، هاد الوثيقه هذه والحقيقه هذه مش جديده، هكا موجود في نفس الدستور القديم تاعي، نفس الشيء، لا ميم شوز. نفس الشيء بالنسبه لقضيه الانتخابات، انا مازلت ما وصلتش للفقره هذيك، نقدر نقرا بالتدقيق يعني، حد لانه حتى الحروف حتى الترتيب تاع الكلمات وكل راني ندرس فيه. ما كانش يعني من التسعينات انقلبت الامور، هو المفروض واش يصرى، نديروا المجالس المحليه باه نديروا المجلس البرلمان يعني مجلس تشريعي. وفي التسعينات قلبوا الايه، نحاو ولاو داروا البرلمان باش تجي الانتخابات التشريعيه يعني تاع البرلمان، وهذا خطا كبير. الان مثلا الاحزاب الجديده اللي راحين يمدوا لها الاعتماد، وقتها توجد روحها؟ مستحيل تقدر توجد روحها، مستحيل. لكن كاينه احزاب جديده هي خليفه لاحزاب اخرى، وعلى بالكم راهي واجده ومهيكلينها وموجدينها ومنظمينها، ويسهل عليها لان القاعده تاعها الشعبيه تلقاها واجده، وتلقى هاد الاحزاب اللي على بالكم هادو اللي قلنا مدعمينها بالطرق بالتكوين مدربين وكل شيء. فمن تتفر دوك الاعتماد كي يمدوه للاحزاب اللي من ولي من هذيك الاحزاب تلقى دعم مادي من الاحزاب الام نتاعها، فهموني مليح واش راني نقول. كاينه احزاب راح تخلق وراح يكون عندها الاعتماد، لكن هي خارجه من رحم احزاب بعينها. الاحزاب هذه راح تمولها، راح تدعمها، حتى لو كان السلطه ما تمولهاش ولا ما تدعمهاش، الاحزاب نتاعها الام هي اللي راح تمولها وتدعمها دون ان تشعر بانها تابعه ليها، وتخرجها للمجتمع على اساس انها احزاب تاع شباب ووجوه جديده ويدها غير ملطخه وما سرقتش اموال الشعب وفي الواجهه ما شاء الله. لكن الاحزاب الام هي اللي تسيرها، الاحزاب الام هي اللي تسيرها وصارت من قبل. وفي الحاله هذه الاحزاب الاخرى تعتبر يتيمه، راح تجي احزاب تاع وطنيين واحزاب شباب راهم متحمس وحاب يدير احزاب وحاب كذا، من بعد يفشل، من بعد يقولهم احزاب صغيره ومقزمه، ومن بعد الاخرين يروحوا للبرلمان، لان هنا الاستولاء على البرلمان امر خطير يا جماعه، لازمك تفيقوا مع راسكم، لانه من بعد الاحزاب هذيك رايحه تدخل للبرلمان وبقوه. معناتها واش يعني توارد، يعني الشعب غدوه راح يستغفل يستغفل، قال شباب جديد وعمره ما تورط وعمره ما كان في الحكم وعمره ما دار كذا، ايا نروحوا معاه. الشعب تاعنا كو تعرفوا طيب يتبع برك، لكن هو ما يعرفش الشعب اللي هذه الاحزاب هي الخليفه الرسمي نتاع احزاب اخرى كلت البلاد حقيقه وكلت العباد ودمرت الثوابت الوطنيه. اي سيديك، في الحاله هذه لازم ننتبه ونكلمكم. انا الكلام هذا نتكلم على حزب ما عنده حتى
مؤثر عليه غير بيان اول نوفمبر، وسمينا رحنا حزب البيان يعني بيان نوفمبر، لاننا فعلا نؤمن ببيان نوفمبر. احنا من اسره ثوريه حقيقيه، وبنينا حزب على اساس بيان نوفمبر، وسميناه البيان، حزب العدل والبيان، وتكلمنا على العدل والبيان اللي هما اساس بناء الدوله بالنسبه لنا. هنا راح يدير الشعب، الشعب لازمو اللي يوعيه. اذا كي قلت لكم المره اللي فاتت دخلنا الى مرحله اخرى تاع التوعيه، ففعلا احنا في مرحله اخرى تاع التوعيه. وهنا كي نحط انا اغنيه كما هكا كنت على الراي تتكلم على السياسه، وتتكلم على القايد صالح، وتتكلم على تبون، وتتكلم على ويحيى، وتتكلم على فلان وعلان، وتبين الحقره اللي تعرض لها الشعب، فاحنا الان في حاجه الى توعيه طبقه اخرى من الشعب اللي مغيبه تماما، ومازلنا ما قدرناش نستقطبوها، لانها لازمها المدرس والمعلم نتاعها اللي يقدر يفهمها، واللي هو تجي عن طريق الاغاني وكره القدم و الى اخره. داك فاهمين قصدي كيفاه؟ اذا هذه النقطه اللي هي خطيره جدا، واللي قلت لكم تضارب خطير في هذا الامر. نرجعوا الان الى الديباجه، ذو النقطه تاع البرلمان، حل البرلمان، والنقطه نتاع الماده 7 والماده 8 والماده 9. المادة 9 هنا كاين حاجة اسمها يختار الشعب في المادة 9. إذا المادة 8 والمادة شوفوا المادة 7 والمادة 8 تتنافى تماما وتتعارض مع المادة 96 سابقا، اللي هي المادة 106، وهي لجوء رئيس الجمهورية إلى حل البرلمان بسبب رفضه لبرنامج الحكومة للمرة الثانية. هنا كاين مواد أخرين بعد نزيد نقول لكم اللي تتنافى مع المادة 7 والمادة 8. راح نقول لكم كاين كثير من المواد هنا تتنافى مع المادة التي تقول بأن الشعب مصدر كل سلطة، والسيادة الوطنية ملك للشعب وحده، والمادة 8 التي تقول بأن الشعب يمارس الشعب سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها، ويمارس الشعب هذه السيادة أيضا عن طريق الاستفتاء بواسطة ممثليه المنتخبين، لرئيس الجمهورية يلتجئ إلى إرادة الشعب مباشرة. فهمتوا؟ فهنا كاين تنافي، هنا ما كاينش، لانه هنا لرئيس الجمهورية ان يلتجئ الى إرادة الشعب مباشرة يقصد بها معناتها حل البرلمان؟ لا، ما يحلش البرلمان، ما عندوش حق يحل البرلمان بحكم المادة 7 والمادة 8. لكن الفقرة 4 من المادة 8 تسمح لرئيس الجمهورية أن يعود ويلجأ إلى إرادة الشعب مباشرة، مثلا في الدستور، فكما الاستفتاء في الدستور، ولا مثلا قال حيشاور الشعب، ولكن يقدر يحل البرلمان قبل ما يلجأ إلى حل البرلمان مباشرة، يلجأ إلى الشعب ويستفتيه يقول نحل البرلمان ولا ما نحلش البرلمان، إلا مساعدكم نخليه، إلا مش مساعدكم نحيه، لأنه الشعب هو اللي يخيره، وهو يمثل الشعب، هو مؤسسة تابعة للشعب. صح. كاين امر اخر في الديباجه، تناقض خطير وصارخ بين الماده، هنا قلت لكم المره اللي فاتت قريت لكم الديباجه كامله، سمحوا لي برك نروح لكم الديباجه من الديباجه عرض الاسباب، هذه عرض الاسباب. لا اله الا الله محمد رسول الله. الديباجه، والديباجة هذه اللي ما يعرفش، لانه كاين اللي قالوا لي لا قريتي الديباجة كاملة المفروض تقراي الا ما اضيف اليها او ما تغير. قريتها كامل المرة اللي فاتت، لان كاين كثير من الناس ما يعرفوش واش مضمون الديباجة، ما يعرفوش واش فيها. الا كان انت تعرف، كاين اللي ما يعرفش، كاين اللي كان مش مهتم خلاص بالسياسة ما يدرك ولا يحب يفهم. انا كي نقرا له الديباجة يفهم بالصوت والصورة، راح يفهم واش فيها. طيب ربما لو كان نحطها له مكتوبه فقط ما يهتمش بها، ولا طويله شويه تانيين يتبالوا باللي عادي علاش يقراها. لكن يا جماعه الديباجه هذه هي الملخص نتاع باقي مضمون الوثيقه، باقي مضمون الدستور. هذه الديباجه هي الملخص نتاع باقي مضمون الدستور، باقي المواد. واش معناتها هذه؟
معناتها أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تخرج باقي المواد عن الديباجة نتاع الدستور. يعني لو كانت تكون فيه مادة متناقضة مع ما جاء في الديباجة فهي باطلة، ما تقدرش تفوت، لأن هنا خطأ أن اللجنة اللي حطت هذه المسودة غلطت في الخدمة نتاعها. هنا يا لما نرجعوا قلنا لفت انتباهنا قبل ما نهضر لكم على ولا نرجع لكم فكروني يا نهضر على المنظمات الدوليه والاتفاقيات، بس كاين امر هنا خطير خطير جدا. انا والله غير يعني نوجه كلامي للجنه هذه نقول لها كيفاش حطي وش اللي حطيته هذا، انا والله ما فهمت، انا ما فهمتش صدقوني، نحرت يعني كيفاش راكم تخموا، واش راكم تكتبوا، واش كتبتوا، واش راكم تكتبوا؟ مو حنا جايين نديروا دستور جديد باش نديروا دوله جزائر جديده ولا كيفاه؟ النقاط الثغرات اللي موجوده في الدستور خليتوها كما راهي، وهي خطيره كما هضرت لكم على حل البرلمان بسبب رفض البرلمان لمشروع الحكومه، وثغرات اخرى بعد نذكر لكم كل مره بشويه برك على الشعب باش يفهم. لكن حنا نعرفوا في الاعراف وفي كل القوانين وفي كل الدول ان الدستور يعني قوانين الدوله تاتي قبل الاتفاقيات الدوليه، وقبل لازم الاتفاقيات الدوليه ما تخرجش على القوانين نتاع الدوله والثوابت نتاع الوطن. ولكن ما تنساوش احنا هذه النقطه رانا نبهنا ليها من السابق واكثر من مره، وقلنا باللي كاينه اتفاقيات دوليه تتنافى و ثوابت وأصالة المجتمع الجزائري. علاه ما درتوش التحفظات نتاعكم هنا؟ ضروري تحطوها في الدستور. بالعكس حنا رانا نشوفوا باللي راهي زدتوا في الديباجه، طولتوا في حكايه المواثيق هذه ودرتوها اضافه عريضه طويله. هنا راكو تقولوا يعبر الشعب الجزائري عن تمسكه التام بحقوق الإنسان المحددة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعشرة ديسمبر 48، والعهد الدولي لحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادرين في 16 ديسمبر 1966، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ل 27 جوان 1981، وكذا الميثاق العربي لحقوق الإنسان ل 23 ماي 2004. هذه أضفتوها للديباجة لأن الديباجة اللي فيها ثابت، وش يكون في الديباجة شيء ثابت ثابت. نطلب من المختصين في قانون الدستوري وفي قضايا الاتفاقيات والعلاقات الدولية والمواثيق هذه يشرحوا لنا ويشرحوا للشعب ويوضحوا له باللي هذه الأمور ما تكونش يعني ما تكونش قبل الدستور، وما تكونش قبل القوانين تاع الدولة. لازم تتكيف، تكون هي مكيفة مع كما صار في بعض الدول نظن الصين واليابان. يعني كاين لازم تفهمونا في الحاجة هذه يا جماعة، أني شوية أنا تبحرت هنا صدقوني، راني راجعت الدستور 3 مرات. يعني كي نقولكم حضرت في مراجعة الدستور 3 مرات في حياتي، لكن راني مبحرة يعني الدستور راني قريته آلي وتوخ، وكل مرة نراجعه ونديرو مدونة وعلى بالنا بالثغرات اللي فيه والأخطاء اللي فيه والتضارب والتناقض اللي فيه. مكي زدتو لنا هدية في الديباجة؟ أنا بصراحة هنا يقول لك تعتبر الجزائر قد عن تمسكها بالعمل على الوقاية من الفساد ومكافحته وفق ما هو مكرس في اتحادية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته 11 يوليو 2003 واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، هذه تانية راهي بالأحمر راهي زايدة، ل 31 أكتوبر 2003 والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. فهمونا، لازم تفهمونا في قضية الاتفاقيات هذه. أنا نطلب من المختصين في القانون الدستوري يفهمونا في هذه الاتفاقيات والقانون الدولي
والعلاقات الدولية. فهمونا، الله يجازيكم، فهمونا باش ما نهضر ما نخلط مع والو. فهمونا صح. نرجعوا لهنا، هذه الفقرة اللي قلت لكم فيها تناقض وتضارب خطير بين وشجاع من بعد والمساس بالمادة 212 و المادة 4 طبعا، وتبقى دائما هنا كلام كبير في المادة 4 اللي دوك ندخلوا ليه. هنا يقول لك تسهر الدولة، خلينا هنا، فالشعب المتحصن بقيمه الروحية الراسخة والمحافظ على تقاليده في التضامن والعدل، واثق في قدرته على المساهمة الفعالة في التقدم الثقافي والاجتماعي والاقتصادي في عالم اليوم والغد. صح، قبل ما هذه، لانه الفقره دي راهي جماعه ازعجت بزاف الناس وقلقتهم. هنا عندنا في الديباجه وش يتكلم، ما تغير منها ولا شيء. هذه ان الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير، هذه في الديباجه. يعني قلت لكم الديباجه هي ملخص للمضمون، لكن حنا لقينا كاين تناقض مع وتضارب بين الديباجه وش جا في المضمون، ونتمنى من المختصين يشرحوا لنا اكثر. إن الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني يتولى مهامه الدستورية بروح الالتزام المثالي والاستعداد البطولي على التضحية كلما تطلب الواجب الوطني منه ذلك. ويعتبر الشعب الجزائري بجيشه الوطني الشعبي ويدين له بالعرفان على ما بذله في سبيل الحفاظ على البلاد من كل خطر خارجي. هنا لحد الآن الجيش تاعنا راهو داخل الوطن، وعلى مساهمته الجوهرية في حماية المواطنين والمؤسسات والممتلكات من آفة الإرهاب، وهو ما ساهم في تعزيز اللحمة الوطنية. هنا في الحق نقول المساهمة من آفات الإرهاب والانفصال، مفروض يضيفوا الكلمة الانفصال أو محاولة الانفصال، علاش ما نحطوش الكلمة هذه؟ وهو ما ساهم في تعزيز اللحمة الوطنية وفي ترسيخ روح التضامن بين الشعب والجيش. ظن اكو شفتوا المهام نتاع الجيش وش هي في الديباجة. تسهر الدولة على احترافية الجيش الوطني الشعبي وعلى عصرانته بالصورة التي تجعله يمتلك القدرات المطلوبة للحفاظ على الاستقلال الوطني والدفاع عن السيادة الوطنية، السيادة الوطنية ووحدة البلاد وحرمتها الترابية وحماية مجاريها البري والجوي والبحري. كشتو الديباجة فيما يخص الجيش وفاش تحصرت المهام نتاعو وش هو الواجب نتاعو. لم تشر الديباجة الى ان الجيش نتاعنا يخرج خارج الحدود، لانه احنا في 73 بعد الحرب تاع 73 قرر الرئيس الراحل هواري بومدين انه ما يزيدش جندي جزائري يخرج يحارب خارج الحدود الجزائرية، وكل الرؤساء اللي جاوا بعدو التزموا بنفس المبدا. واش هو اللي طرا الان باه الجيش نتاعنا يخرج خارج الحدود ويشارك في حروب خارج الحدود اللي ما عندهاش علاقه بالجزائر، او حتى لو كان عندها علاقه لكن لما توصل الحدود نتاعنا نجاوبوا. هنا اكثر من سؤال، اكثر من صحيح امر فعل محير. ما السبب اللي خلى هذه الوثيقة تضيف لرئيس الجمهورية صلاحية إرسال قوة عسكرية جزائرية للمشاركة في حروب خارج البلاد؟ معناتها دركا حنايا الدول الكبرى تدير المشاكل وتفتح بؤر حرب وحروب في دول معينة سواء مالي نيجر، ونبعثوا حنايا الجيش نتاعنا يروح يحارب في بلاصتها؟
فهمونا يا جماعة، انا والله غير انا بكل تواضع نقول لكم فهموني، انا ما حابه نظلم حتى واحد وما نتهم حتى واحد، انا حبيتكم تفهموني، فهموني راسي راهو حبس، راهو حبس صح. في هذه قلنا بالنسبة لي أنا في الديباجة تتنافى تماما. صحيح هي في الديباجة كي أضافوا هدية حقوق الإنسان وكذا وكامل حيدخلوها مع هذه، بصح أنا بالنسبة لي لا لا، كاينة علامة استفهام كبيرة. فهمونا واش تقصدوا بهذا التغيير الكبير الخطير اللي ما جرأ عليه حتى رئيس بعد 73، وبعد ما قرر قرار نهائي هو اللي بومدين انه ما يزيدش يموت جندي على ارض على معركة في معركة غير معركة بلده. بيج فيري فيري بيج، علامة استفهام كبيرة بالبزاف صح. في هذه هنا دوك نهضروا على الفقرة هذه، ركزوا معايا مليح يا جماعة، الفقرة اللي تتنافى تماما مع المادة 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 4 والفقرة التي أضيفت في المادة 212، لأنه ما يصلحش أن الديباجة تتنافى مع المضمون الباقي. قلت لكم هي ملخص المضمون. إن الجزائر، شوفوا مليحة، إن الجزائر أرض الإسلام، وهذه المادة بالذات هذه الفقرة بالذات تتنافى مع المادة اللي تتكلم على حرية ممارسة الديانات، تتكلم على احد صلاحيات رئيس الجمهوريه تتنافى، لانه فرق بين انك تقول احترم في 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 في, في, في اليمين الدستوريه انه رئيس الجمهوريه يقسم انه يحترم ويمجد الاسلام، وهذا مش المطلوب، هذا جزء من المطلوب، لكن المفروض يطبق الاسلام، ان احنا نطبقوا الاسلام كشعب مسلم، طبقنا الاسلام، لكن الاسلام المعتدل صحيح. لكن في اليمين الدستوريه ما كانش، انا قريتها لكم المره اللي فاتت ودوك نعاودو نرجعو لها. إن الجزائر، تبعوا مليح الله يجازيكم، والحاضر يبلغ الغايب وبارطاجي الله يجازيكم. إن الجزائر أرض الإسلام وجزء لا يتجزأ من المغرب العربي الكبير، المغرب العربي الكبير، وأرض عربية وبلاد متوسطية وإفريقية تعتز بإشعاع ثورتها ثورة أول نوفمبر، ويشرفها الاحترام الذي أحرزته وعرفت كيف تحافظ عليه بالتزامها إزاء كل القضايا العادلة في العالم. وش تفهموا من هذا الفقرة؟ لما سمعش نعاودوا. إن الجزائر أرض الإسلام وجزء لا يتجزأ من المغرب العربي الكبير، وأرض عربية وبلاد متوسطية وإفريقية تعتز بإشعاع ثورتها ثورة أول نوفمبر، ويشرفها الاحترام الذي أحرزته إلى آخر. إحنا اللي يهمنا هادو، كيف هذه في الديباجة، هذه الديباجة في المادة 4 جماعة، يعني لطفا بعقولنا برك، بالعقل علينا برك. في المادة 4 يقول لك تمازيغت هي كذلك لغة وطنية ورسمية، تعمل الدولة لترقيتها وتطويرها بكل تنوعاتها اللسانية المستعملة عبر الوطن، تراب الوطني، يحدث مجمع جزائري للغة تمازيغت يوضع لدى رئيس الجمهورية.
كاين هنا تناقض تام بين واش جا في الديباجه في الفقره اللي كنت نقرا لكم فيها وبين هاد الفقره الماده 4 الداخله هذه التي تم دسترتها في فتره كان فيها الرئيس غايب ولم يستشر فيها الشعب والدستور لازم يستفتى فيه.